السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي اليوم راني في شلف، هذه الدخلة تاع تنس. ألف تحية وتقدير الناس في شلف كامل، اتجاه إن شاء الله معسكر رب إن شاء الله. هنايا ممنوع النورمال مول، الوزن ثقيل يدخل من هنايا. هذه هي مدينة الدخلة تاع مدينة شلف. ألف تحية وتقدير ناس شلف كامل. كاينين الناس راهم في الغربة حابين يشوفوا بلادهم، هاي وليكم شلف. ربي إن شاء الله يصبركم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يجعل البعد نتاعكم والوحش نتاعكم في ميزان الحسنات إن شاء الله يا ربي. هذه يا بلادكم ربي إن شاء الله يحفظها ويحفظ الجزائر كاملة ويحفظ خياننا اللي راهم في الطريق. ويعني دائما الإنسان نحب نشتي يعني ندعي لخياني كامل مستعملين الطريق، الناس اللي راهم في الغربة، يعني الناس كامل اللي راهم في الصحراء، اللي راهم في الغرب، اللي راهم في الشرق، كامل رانا خيان على طاعة ربي العالمين. ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية. هنايا تقول لك وهران 217 كيلو غليزان، الله أعلم ما شتهاش. خاوتي أنا يا الخدمة نتاعي تقريب نخدم بجاية دائما وسكيكدا يعني الشرق، ونجي هنا مرة على مرة، نجي للوهران هنا للطفراوي، نروح نجيبو الشعير كل خطرة كيفاه المايس. الخدمة نتاعنا تغذية الأنعام. خاوتي راني داير واحد المبادرة يعني على غرس الأشجار، يعني نتمنى من ربي سبحانه ومنكم تعاونوني. اي انسان يعني يقدر يغرس شجره في كل ولايه، راني داير مبادره ان شاء الله. راني غرس واحد 35 ولا 40 يعني، والبلايص اللي ما قدرتش نلحق ليهم نبعث مع الناس يعني يغرسوا فيهم اشجار، يعني محاربه التسحر. يعني بلادنا ماذا بينا تعود، الله يبارك جنة إن شاء الله فوق الأرض وتحت الأرض. خي شفتوا الشرق الله يبارك كيفاه الدنيا راهي خضراء، حتى هنا كاينين بلايص الله يبارك ما شاء الله. بس صح نتمنى من بلادي تكون أكثر من هكذا. ربي ان شاء الله يجيبنا الغيث ربي للبلاد ان شاء الله يا ربي، وربي ان شاء الله يحفظنا البلاد هذه ان شاء الله. كاينين اخوه راه في الهجره يعني محروقين على البلد نتاعهم الحبيب، وكاين اللي ماتوا والديهم ما شافهمش، وكاين كل واحد كيفاش. ربي ان شاء الله اللي ماتوا والديه ربي يرحمهم، واللي راهم مرضى ربي يشفيهم ان شاء الله، وربي يطول في اعمارهم ان شاء الله. وإن شاء الله رب العالمين يجعل التعب نتاعهم والشقاء نتاعهم والغربة نتاعهم في ميزان الحسنات نتاعهم إن شاء الله يا ربي. خاوتي السياقة راه فن وأخلاق، يعني ماشي غير هي السرعة ولا أي إنسان، حتى والإنسان في الطريق لازمك تكون خلوق مع الناس، ولازمك تتفهم الناس، ولازمك تسمح من حقك وتمد للناس، وخاصة يعني أصحاب الوزن الثقيل ربي إن شاء الله يكبرنهم وقلوبهم إن شاء الله، ويسترهم ويحفظهم ربي لوليداتهم. هذا اليوم راه امتحانات تاع البكالوريا، ربي ان شاء الله ينجح وليداتنا ان شاء الله وليدات الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. هذه الدخلة تاع مصنع للإسمنت.
هذه هنايا من هنا وروح بوقادير وعمي موسى اليوم راه الجو راه 24 الله يبارك كان 19 الله يبارك وذوق راهي طلعت شويه سخانه 24 يعني اني مطلع الكروات اليوم جو ربيعي الله يبارك يعني بروده على الكيف حتى الانسان كيعود يعني الجو مليح ما يتعبش بزاف وما تكونش كاينه سخانه وما يجيش هذاك العرق هذه كامل الله يبارك الطماطم يعني ولاية شلف تمتاز بالفلاحة يعني الله يبارك ولاية ما شاء الله شوفوا خاوتي يعني الأشجار في كل مكان يعني شوفوا أدروات هذا هنا يا رمان ربي يبارك ربي يبارك ما شاء الله شوفوا هنا يا كامل يعني كامل مع الطرود هكذا أدروات ولا قوش ربي إن شاء الله يحفظنا البلاد هذه إن شاء الله يا ربي وهذه المحطة الظهرة هاي ويليك وهنا يا من هنا وروح كامل زيتون الله يبارك ورمان ربي يبارك كامل أشجار ما شاء الله يعني ناس ربي يبارك يعشقوا الفلاحة ربي يبارك لهم في مالهم وفي الصحة نتاعهم وفي رزقهم إن شاء الله وفي بلادهم خاوتي أنا في الأوتورود يعني ما نقدرش نمد لكم الصورة الرسمية للمدينة دائما تقريبا في طريق اللور ولا في طريق السيار يعني بصح والله ربي يبارك ما شاء الله وهذه الدخلة تاع عمي موسى أبو قادير ومن هنا يروح ندخلوا في واد الرهيب ومازونا خاوتي كاينين أخرين يقول لك طريق الغرب مخدومة يعني خير من الشرق يعني الشرق ما خدموش يعني محقور والغرب انا ما عنديش راي حتى في الفكره هذه انا عند بالي الشرق راه فيه سيركيلاسيون كامله اي بلاصه راه فيها النقائص في اي مكان في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب ربي ان شاء الله يحفظنا بلادنا ويعني الضغط اللي راه كبير يعني باش الطريق اللي في زدت هو كيما البويره راه فيها ضغط كبير تاع لاشارج تاع الكماين وفيها سيركيلاسيون كومبرومو كبيره راه عندها بالالاف يدخلوا المركبات للجزائر العاصمه يعني الطريق تفسد خاوتي بالذراع وخاصة من البرج من سطيف للبرج راه كاين من سطيف حتى الجزائر العاصمة راه كاين ضغط كبير يعني الطريق تفسد بالذراع لبغى مش مخدومة حتى هنايا كاين الطريق مكسرة وكاين الطريق هاي من وهران وروح ليه فيها بومباج كبير يعني انا بلايز كيعودوا ما يساعدونيش كيعود كاين البومباج يعني ما نقدرش نصور فيهم يعني كيكون كاين سيكوس ولا كاين حاجة يعني ما تقدرش تصور يعني بلادنا كامل الله يبارك ما شاء الله خمسة وخموس كي الشمال كي الجنوب كي الشرق كي الغرب ربي ان شاء الله يحفظنا بلادنا كامل من كل مكروه ان شاء الله يا ربي جزائر كامل نحبها من الحدود الحدود من مغنية حتى العنابة ومن دبداب حتى المغرب الحبيب يعني كامل يعني الله يبارك الجزائر من شمال جنوب ومن الشرق للغرب ربي ان شاء الله يحفظها ويحفظ الأمة الإسلامية ان شاء الله يا ربي يعني بلادنا الله يبارك ما شاء الله راهي من أمة طبول الله يبارك من عنابها حتى التلمسان حتى التنس هذه كامل الجزائر الحبيبة وتبدأ ذاني من دبداب حدود تاع ليبيا الشقيقة حتى المغرب الحبيب حتى التندوف يعني البوليزاريو
يعني الحدود البلاد راهي كبيرة، ربي إن شاء الله يحفظها ويسترها. أنا يعني الله يبارك عندي قريب 20 سنة سوقة وما زال ما خلصتهاش بلادنا، يعني رحت البلايس يعني الكبار كامل زرتهم، بس كاينين بلايس ما زال ما زرتهمش. شوف الله يبارك هنا كامل بلايس تاع فلاحة تاع دلاع أو بطيخ، ربي يبارك ما شاء الله، يعني ربي يعين الفلاحين إن شاء الله كامل. ليهم ألف تحية وتقدير الفلاحين كامل، أبائنا وأجدادنا وأعمامنا وخوتنا، ربي إن شاء الله يحفظهم ويسترهم إن شاء الله. تعبوا على البلاد هذه مجاهدين، ربي إن شاء الله يجعل التعب نتاعهم والشقاء نتاعهم في ميزان الحسنات إن شاء الله يا ربي. شوف الله يبارك خاوتي الفلاحة، راهي صعيبة الفلاحة، ماشي حاجة سهلة غير ورواح وقراني فلاح، يعني تعب كبير وشقاء كبير. ربي إن شاء الله يجازيهم إن شاء الله على العمل الجبار اللي راهم يديروا فيه. يعني راه مجهود كبير، حتى ناس يعني واد سوف ناس يعني من بسكرة وروح كامل، ناس اللي تغرس في البطاطا والفلفل والطماطم، يعني ثاني راه عندهم صراع كبير مع الضغط نتاع السخانة يعني والتعب ونقص المياه، يعني والله يبارك يعني يديروا بويات بلاستيكية ويديروا حوايج، يعني الله يبارك ما تجي ان شاء الله توجد لنا هذيك البلاصة مثلا الطماطم والفلفل الاخر تخلاص في واد سوف، تولي توجدنا الله يبارك هنايا في مغنية، توجد في مغنية تولي توجدنا، يعني عدنا قداش من مناخ، يعني الله يبارك في الجزائر، ربي إن شاء الله يحفظنا بلادنا إن شاء الله يا ربي. يعني كل خير كاين إن شاء الله نحافظوا عليها، راهي بلادنا غالية وراهي في أعناق نتاعنا إن شاء الله، ربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا. هنايا تلمسان مازالت لها 227 كيلو، هذه بلاصة للراحة، يعني أي إنسان يحوس يستريح ولا يدير ساندويتش ولا يشرب قهوة يدير قهوة ويروح، أو هنا ليك البطيخ الله يبارك، إحنا يقولوا له الفكوس الأصفر هذا الله يبارك، وهنا يوليك هذه بلاصة تاع بحير تاع طماطم زراعة كامل، ربي إن شاء الله يحفظ الجزائر. يعني كامل مزارع الله يبارك ما شاء الله، ربي ان شاء الله يحفظكم خاوتي. هنا نقول لكم تهلاو في رواحكم العقوبة ان شاء الله، الفيديو واحد اخر، ربي ان شاء الله يقدرنا يا ربي العالمين ونجيب لكم جديد. الف تحية وتقدير الناس اللي تتبع فيها كامل، عاونونا خاوتي باللايك وبالجرس، اي انسان يعني يحب يدير فيديوهات نتاوعي يعني يديرهم في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا يعني مع اصحابه، يعاونني خاوتي بالشي اللي يقدر عليه، وربي إن شاء الله يقدرني ربي العالمين نجيب لكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.